الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، هذا هو اليوم الثاني من أيام رمضان المبارك، هذا هو اليوم الثاني من أيام هذا الشهر الفضيل. فهل سلمت القلوب منا فيها؟ هل نحن على استعداد أن نقابل الله بقلب سليم؟ إن رمضان فرصة، فرصة لمن ضيع عمره السابق، وأمد الله له في عمره حتى أدرك رمضان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هل نسلم قلوبنا وننفيها؟ هل نحافظ عليها ونخلصها من أدخالها؟ هل نعطئها ونملأها بالحسنات حتى تكون وعاء للتقوى؟ يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ لماذا تجوعنا؟ ولماذا تعطشنا؟ ولماذا تحرمنا من زوجاتنا؟ ولماذا ولماذا؟ لعلكم تتقون. دورة تدريبية راقية عالية المستوى يحاول الإنسان فيها أن يغتنم ويعرض ما فات، فيحضر قلبه ويعده ليكون وعاء لتقوى الله عز وجل، ليكون قلبا شفافا حداثا، قلبا يقظا، قلبا يخاف يضطرب من هذه القلوب وتلك النوعية الراقية النادرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.